السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. فيديو النهاردة معانا مشكلة في سخان اولمبيك. السخان اللي معانا ده مشكلته ان هو ما بيسخنش المية خالص، مفيش اي مية سخنة بتنزل من الحنفية بسبب ان السخان مش شغال، مع ان الاضاءة بتاعت السخان منورة والفيشة بتاعته محطوطة في الكهرباء وواصلة له كهرباء، ولكن مفيش اي مية سخنة بتنزل من السخان. تعالوا نبص كده، ادي الاضاءة بتاعت السخان منورة والفيشة بتاعته محطوطة اهي، ولكن زي ما قلنا السخان ده ما بيسخنش المية. تعالوا كمان نبص على المؤشر كده بتاع درجة الحرارة بتاعت المية، او المؤشر بتاعه نازل تحت خالص، وده يدل ان ما فيش اي مية سخنة داخل حلة السخان. فالمشكلة دي ليها كذا سبب ممكن يخلي السخان ما يشتغلش معاك بالشكل ده. هنعرف كل الاسباب باذن الله في فيديو النهارده، بس يا ريت لو انت لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول، سواء صيانه او بيع اجهزه. ويا ريت ما تبخلش علينا بدوست اللايك، عشان اللايك بيفرق كتير جدا في انتشار الفيديو ووصوله للناس. ويلا بينا عشان ما نطولش في فيديو النهارده، نشوف نحل المشكله دي ازاي مع بعض. دلوقتي اول حاجة بنبتدي نعملها عشان نحل المشكلة دي، بنجيب مفك صليبة ونبتدي نفك الكفر بتاع السخان من الاسفل عشان نقدر نوصل للهيتر بتاع السخان والترموستات. لو عندك مشكلة في الهيتر بتاع السخان او مشكلة في الترموستات، فالسخان مش هيسخن معاك المية حتى لو وصل له كهرباء، زي المشكلة اللي معانا في فيديو النهاردة. ولو انت مش عارف ازاي تقدر تختبر الهيتر او مش عارف ازاي تقدر تختبر الترموستات، هتلاقي معمول فيديو على القناة ازاي تقدر تختبر الهيتر، وكمان عاملين فيديو ازاي تقدر تختبر الترموستات بتاع السخان عشان تقدر تحدد المشكلة في ايه بالظبط. وبرضو هوضح لك ازاي تقدر تختبر في الفيديو بتاع النهاردة، ونشوف مع بعض بطريقة سهلة كده وسريعة، ولكن بالتفصيل هتلاقي الفيديو موجود على القناة. بعد ما فكينا الوش زي ما حضراتكم شايفين كده، هيبان معاك كل الاسلاك وهيبان معاك الترموستات اللي احنا بنشده دلوقتي كده من الهيتر، بيتشده لتحت بيتخلع معاك بسهولة عشان تقدر تطلع الجزء بتاع الكهرباء كله بتاع السخان، بالفيش بالمفتاح بكل حاجة بتطلع معاك لما بتشد الترموستات بتاع السخان. وانا بشده كده عشان ابتدي اختبر الهيتر بتاع السخان. وقلنا طريقة اختبار الهيتر بختبره بكلامب اللي هو بنسة الامبير او الافو، ودي افضل طريقة وامن طريقة لاختبار الهيتر او الترموستات. تعالوا كده نشوف، انا كده شغلت الكلام وهبتدي اجيب الطرفين بتوعه وهنشوف ازاي نختبر كده. لو هو ادى معايا قراية كده بختبر الهيتر، لو ادى معايا قراية على الكلام فكده الهيتر ده شغال، لكن لو ما اداش قراية يبقى مش شغال. هنبص كده على الشاشة بتاعت الكلام، طبعا مش مدي معايا اي قرايه ولا اي حاجه اهو زي ما حضراتكم شايفين، مش مدي اي معايا اي قرايه على شاشه الكلام خالص. معنى كده ان الهيتر بتاع السخان اللي معانا ده في مشكله والهيتر محروق ولازم يتغير اهو. بجرب مره واتنين عشان اتاكد، ولازم كمان تتاكد من الكلام بتاعك ان هو شغال اهو، مش شغال خالص زي ما حضراتكم شايفين كده. يبقى ده حله الوحيد ان انا اغير الهيتر بتاع السخان ده عشان السخان يرجع يشتغل تاني ويسخن مية، يبقى لازم نستبدل الهيتر ده بهيتر تاني. وعشان استبدل الهيتر ده لازم افك السخان. عشان استبدل الهيتر ده من الافضل ان انت كمان تنظف حلة السخان ساعة لما تفك الهيتر بالمرة، وانت فاكك تنظف الحلة بتاعت السخان. بنفك كده الوصلات عشان ننزل المية اللي داخل حلة السخان. زي ما حضراتكم شايفين كده بنفض المية اللي داخل الحلة.
بعد كده هبتدي اركب الوصله هنا زي ما حضراتكم شايفين كده، من الماسوره دي للماسوره دي، عشان ما بهدلش الدنيا ميه، عشان ما فيش محبس اقفل منه الميه مؤقتا لحد ما نغير الهيتر بتاع السخان. بعد كده نرجع كل حاجه زي ما كانت. زي ما حضراتكم شايفين كده فكينا الهيتر القديم، وده هيتر كده مستعمل كان عندنا ولكن ما فيهوش اي مشكله وشغال، فنركبه على السخان اللي معانا زي ما حضراتكم شايفين كده. اهم حاجه الهيتر مش بالشكل، اهم حاجه الهيتر يكون شغال، وده قسته ولقيته شغال فهركبه على السخان ده. ولو معكش مفتاح لتركيب الهيتر فبنركبه المفتاح الانجليزي او المفتاح السونسون زي ما بتسميه، بتركبه زي ما حضراتكم شايفين وبنربطه زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده بنركب السخان تاني وهنركب الوصلات، هنفك الوصله دي ونركب الوصلات تاني فين السخان بعد ما نقفل المحبس الرئيسي بتاع الشقه، هنركب الوصلات تاني زي ما حضراتكم شايفين كده. ركبنا الوصلات وركبنا الهيتر كده، فتحنا الميه زي ما حضراتكم شايفين هنا في تسريب من الوصله اهي. هنجيب مفتاح ونبتدي نقفل نربط الوصله دي كويس. طبعا قبل ما تقفل اي حاجه لازم تتاكد ان مفيش اي تسريب ميه خالص جايلك من الوصلات او من الهيتر اللي انت ركبته. كده الميه ايه اتمنعت، التسريب اتمنع زي ما حضراتكم شايفين مفيش اي تسريب. وهنا بتتاكد كده ان الهيتر برضو مفيش اي ميه بتنزل من حوالين الجوان بتاع الهيتر. بعد كده بنقفل الجزء البلاستيك اللي هو الوش اللي احنا فكيناه، وركبنا الترموستات وركبنا الوصلات وركبنا كل حاجه كانت راكبه في السخان تاني. ويا رب كده نكون قدرنا نوضح لكم ازاي تقدر تحل المشكله لو عندك سخان ما بيسخنش الميه وتغير الهيتر بنفسك بكل سهوله. ويا ريت لو عندك اي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات وانا هرد عليك بنفسي. ولو عندك اي مشكله في اي جهاز كهربائي خش عندي على القناه، هتلاقي فيديوهات كتير جدا لحل مشاكل جميع الاجهزه الكهربائيه والاجهزه المنزليه. ولو في عندك مشكله ومش لاقي لها فيديو على القناه اكتب لي في اي كومنت، وباذن الله احاول اتواصل معاك احل لك مشكلتك او انزل لك فيديو لحل مشكلتك على القناه. بس يا ريت ما تنساش الاشتراك في القناه كدعم لينا، واشوفكم في فيديو جديد في قناه اعمل بنفسك. سلام.